وحول هذا الموضوع ينضم إلينا القائد الميداني في قوة تحرير مدينة غريان السيد مفتاح شنكادة. سيد مفتاح، بداية أهلا وسهلا بك، وما هي آخر التطورات الميدانية في مدينة غريان إلى هذه اللحظة؟ أهلا وسهلا بكم وبقناتكم الموقرة وبمشاهديكم الأفاضل. طبعا يعني ما شاء الله ثورنا الآن موجودين على هذا المحور محور العربان، وتم تكبيد ما يسمى بميليشيات حفتر، تم تكبيدهم آلية، تم تدميرها ودحرهم من منطقة العربان الجعافرة تحديدا إلى أولاد بريك شرقا باتجاه كرهونة. والآن القوات كلها متواجدة في الميدان، وحفتر لن يحلم بإذن الله أن يدخل مدينة غريان ونحن أحياء. طيب سيد مفتاح، ما هي المناطق التي يسيطر عليها الجيش الليبي لحكومة الوفاق في مدينة غريان في هذه الأثناء؟ سيطرت حكومة الوفاق وجيشها البطل وقوات الإسناد من منطقة الأصابع تحديدا كوبري جندوبة، في منطقة اسمها منطقة غود الريح، والمنطقة الثانية العربان. هذه كلها سيطرت حكومة الوفاق والقوة المساندة لها، والأمور إن شاء الله الوقت الحالي أمورنا تمام التمام. وتم دحرهم من مدينة العربان من منطقة الجعافرة يعني تحديدا. نعم، القائد الميداني في قوة تحرير غريان سيد مفتاح شنكادة كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.